غداة إصدار وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قرارا بإلغاء مصليات العيد الخارجية لهذا العام لدواعي أمنية، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم أن المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة في جميع مناطق ومحافظات البلاد ستفتح لإقامة صلاة عيد الفطر. وقال الناطق الرسمي مدير إدارة الإعلام في الوزارة أحمد القراوي في تصريحه اليوم أن قرار إلغاء مصليات العيد بالمحافظات الست جاء بالتنسيق بين الأوقاف ووزارة الداخلية. هذا وكان الوزير الصانع قد قام بجولة تفقدية ليلة الماضية لعدد من المراكز الرمضانية التابعة للأوقاف، وأكد خلالها على أن اتخاذ هذا القرار جاء حماية للمصلين وحفاظا للجوانب الأمنية. 14 مركزا رمضانيا في مختلف محافظات الكويت هيأتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمصلين خلال هذا الشهر الفضيل، هذا بالإضافة إلى 30 معتكفا رمضانيا يوفر لهم كل سبل الراحة لإحياء سنة الاعتكاف بالمساجد وإحياء هذه الليالي المباركة. هناك 14 مركز رمضاني تم إقامته من قبل وزارة الأوقاف، وأيضا 30 معتكف رمضاني تم التعامل معه من قبل وزارة الأوقاف، وتم توفير كافة السبل الممكنة لراحة المصلين والمعتكفين في هذا الشهر الفضيل. جهات عدة تعمل على قدم وساق في تنظيم وترتيب هذه الليالي العشر، سواء من رجال الداخلية أو الإدارة العامة للإطفاء، بالإضافة إلى جهود وزارة الصحة واللجان التطوعية العاملة. من استراتيجية وزارة الأوقاف هناك شراكة، قيمة الشراكة مع مؤسسات الدولة ووزاراتها، يعني مثلا وزارة الداخلية وكذلك الإدارة العامة للإطفاء والصحة واللجان التطوعية كذلك، أمل على قدم وساق، كلهم لجان نجحت ليالي هذه رمضان. وزارة الأوقاف حريصة على راحة المصلين وتهيئة الأجواء الإيمانية لهم خلال هذا الشهر الفضيل. تهيئة الأجواء بكل ما تطلب المسجد من أمور صيانة وأمور تكييف أو توفير خدمات يعني للمصلين، من توزيع المياه أو توزيع حتى يعني وجبات السحور. اختيار القراء المتميزين والمحاضرات الدينية من أهم أولويات وزارة الأوقاف في العشر الأواخر من رمضان. يتم اختيار يعني القراء المتميزين في إحياء هذه الليالي، بالإضافة للمحاضرات اليومية ما بين الصلوات. كذلك تقوم يعني الإدارة بالتعاون مع وزارة الدولة المختلفة بتسهيل وتهيئة الأجواء المناسبة. وعلى هامش هذه الجولة ومع قرب عيد الفطر السعيد، أعلنت وزارة الداخلية منع إقامة المصليات الخارجية للعيد حفاظا على سلامة المواطنين وتجنب المخاطر. التعليمات جاتنا لدواعي أمنية أن أكثر حفاظا على الناس، لأن الناس ما تكون بالشارع معرضة لأي شيء، يعني من جميع الأشياء، ممكن تكون حوادث، ممكن تكون غيرها، لأن قريبة جدا من الطرق ومكشوفة وما فيها أمان أكثر. فارتأت الوزارة أن ترفع كتاب لوزارة الأوقاف تشير في هذا الأمر، ولله الحمد الأخوان في وزارة الأوقاف متجاوبين في هذا الأمر، وبارك الله فيهم، مشكورين. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.